حياكم الله، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات لي ديليز دامير. اليوم نروحو مع وصفة ان بان كيك او زيبيس، كيك بالتوابل. نبداو مع المكونات والمقادير. بسم الله، نحتاج الى حوالي 45 غرام تاع الزبدة لا اكثر، ملعقتين كبار تاع الماء، تلت حبات بيض، كاس تاع الحليب، حوالي 300 غرام تاع الطحين. دوما استعمل طحين القمح الكامل، شور الليمون، زاز دو سيترون، 4 معالق كبار تاع السكر. دوما نستعمل سكر ديغاب، سكر ليغاب، تقدروا تعوضوه بسكر تمر، كاسونا، تعوضوه باي سكر تحبوا. انا تعرفوني نستعمل دوما سكر ديغاب ولا سكر دو كوكو. في التوابل واش نحتاج؟ نحتاج الى بودرة الزنجبيل، ملعقة كبيرة تاع القرفة، ربع ملعقة تاع القرنفل، كلو جيرانفل هو قصح، لذلك نديرو فقط ربع ملعقة، وكذلك الحبة السوداء السانوج، ورشة ملح. درت لي غران شيا، نتوما ديرو سمسم. هنا ملعقة كبيرة تاع خميرة الحلوى، بيكينغ باودر، وكذلك ربع ملعقة تاع بيكربونات دو سود. هادو هما المكونات اللي نحتاجهم لهاد الوصفة. بسم الله، نبداو في طريقة التحضير على بركة الله. بداية نحكم طحين القمح الكامل، نغربلو شوية ونخليلو هداك لو سون دو بلي لأنه فيه الفايدة. حاولي كوش نحينا منه ويبقى دوما لداخل، نحينا هداك الكبير. نجي مباشرة ندير الملعقة تاع البيكينغ باودر، كذلك البيكربونات دو سود، حط لي غران شيا تاعي و التوابل، السكر و لو زيز دو سيترون. هاو الحليب تاعي دافي، ما يكونش بزاف سخون. نحط له 45 غرام تاع الزبده، وكذلك الملعقتين تاع الماء، ملعقتين كبار، وكذلك في الاخير نديرو البيض. في الخلاط جيت حطيت المواد الجافه، ما عندكمش خلاط ولا دراب تقدروا غير بالفوي ديروه. اذا نخلطوا المواد الجافه شويه قبل ما نزيدوا نضيفوا هذيك المواد السائله. الاول كنت على المتوسط ومن بعد زدت له السرعه. هنا هذه اضافي، تحبوا تزيدوا شويه العسل. هاي اليقامه بس ما يجيش ثقيل، يجي هكذا باش يجي معنا خفيف. انا هاو المول اللي خيرته، درت فيه ورق الزبدة وزدت درت الزبدة. الان نخليه في الفرن، يعني يستغرق معايا عادة 30 دقيقة. بالنسبة للعسل اللي درتو في الاخر، ما كنتش ذكرتو في الاول لانه تقدروا ديرو تقدروا ما ديروش. انا ما نكثرش السكر، اذا في الاخير نجي ندير ملعقه ولا ملعقتين تاع العسل. سقساوني العسل اللي نستعملوه، انا هنا في مونريال، اللي عايشين هنا في كندا، بيولوجيك، هذا هو اللي نستعمله، نشريه من كلوب برايس كوسكو، ولا مرات نستعمل هذا. درت ملعقتين في الاخير، قلنا شويه رشينا سكر ديغاب، تقدروا ديروا كاسونات.
هذا هو الشكل النهائي تاع الكيك بالتوابل. نتمنى ان شاء الله تجربوه. انا للتزيين حطيت له شويه عسل وشويه سكر غلاس. دوك نقطع معكم قطعه وتشوفوا من الداخل كيفاش جا. لا عندكم اسئله خلوهم لي في التعليقات، اكيد نرجع عليكم. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والى الملتقى مع وصفه جديده ان شاء الله.